ولادو حتى بداو يطلعوا فوق الظلام. ليلتها لا عين عاشها مرتاد الطريق الولائي رقم 162 بين منطقة ولاد باسا والخبابزة، أين تسبب انسداد مجاري إحدى الأودية إلى خروج كميات كبيرة من الصخور والأتربة بعد دقائق قليلة من هطول الأمطار. عيطت لي مرت خويا، جيت قالت لي ودي الواد راه داخل عليا غجري كذا من لاطاطا استن فوق الظلام، جيت نجري أيا سبنا ثم الوطا كاع مبلعين عليهم الحجر وكذا من لاطاطا الفيضانات هذوك الوش خلي جاي من الفوق. أيوا من بعد تلمينا حنا يا جماعة، تلمينا جماعة جبنا البالات حنا 21 ولا 25 هنا تاع الدوار، أيا فكينا هذاك الطريق، فكينا العزلة عليهم، كاين اللي كان في العرس حوالي 25 طوموبيل. القنطرة هذه ما زيدت بلا حوالي عندها واحد 3 سنين، كل ما تجيك شوية تتبلع تفوت من الفوق، نجوا فتحوها حنايا، كل 3 سنين حاول نمدو من 20 ولا 2020 هي كيما هكا مبلعة، وما زالت لحد الآن إلى يومنا هذا. المخلفات طالت حتى شبكة الكهرباء، أين أثار اشتعال محول كهربائي بأحد الأعمدة خوف وذعر ساكنة ذات المنطقة، وقضى الكثير منهم ليلتهم في الظلام. هذه شرارة كهربائية راهي تكرر نفسه، كان ولاد بس ياسر، وهذه ديما دير المخلفات، دير المخلفات الخزينة العمومية وصنع الغاز، وتزيد دير الخسائر للشعب. كل ما طيح شوية قطرة تاع ماء يدير نمص، ونقعدوا بلا ضو سمانة سمانتين، هذاك هو المشكل. وصلت مصالح الاشغال العموميه رايحين يدخلوا غضوه باذن الله باهي نحو هذا الكارثه اللي وقعت هنايا. الطريق هذه راهي مسجله باه تتعاود كامل، لانه كان فيه مشروع من قبل وما كملش الاشغال، المقاول توقف عنده اكثر من حوالي سنه. ما فيما يخص الكهرباء هما يطلبوا الكهرباء، توسيع تاع الكهرباء بين ولاد باسا والخبابزه، مشروع يضم بقعتين، راح على مستوى مؤسسة بين مديرية الطاقة ومؤسسة صنع الغاز، راه الإجراءات ماشية. هي دقائق قليلة من أمطار الصيف كانت كافية لتبين مدى الاستعداد والإجراءات المتخذة لتجنب ما لا يحمد عقباه في مناطق جبلية يسهل فيها تشكل الفيضانات والسيول.